بسم الله الرحمن الرحيم. نخش كده في ليكتشر 2. احنا كنا بدأنا عملنا انترودكشن بسيط، فهمنا يعني ايه اكاونتنج، وقلنا ان الاكاونتنج عبارة عن سيستم، اكتشوالي هي انفورميشن سيستم بيطلع انفورميشن ليوزرز. وقسمنا اليوزرز دول لنوعين، يا اما انترنال يوزرز يا اما اكسترنال يوزرز. وقلنا ان الانترنال يوزرز لهم نوع اكاونتنج مخصوص بيهم سميناه المانجيريال اكاونتنج، ده اللي ان شاء الله هناخده بكره. وبدانا النهارده نتكلم على الاكسترنال يوزرز، الناس اللي هم بره الشركه، نوفر لهم معلومات عن طريق الفاينانشال اكاونتنج اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. وقلنا ان الفاينانشال اكاونتنج بتطلع اوتبوتس اسمه الفاينانشال ستيتمنت، وان الفاينانشال ستيتمنت ليها اليمنتس او مكونات. فدخلنا نتكلم على البيزك اليمنتس اوف فاينانشال ستيتمنت، فاتكلمنا على الاسيتس وقسمناها ثلاث حاجات، قسمناها كارنت اسيت ولونج تيرم اسيت اللي هي البروبرتي بلانت اند ايكويبمنت والانتانجبلز، وخدنا اللايبيليتيز اللي هي الديون اللي على الشركه، وقلنا انها نوعين، يا كارنت يعني شورت تيرم يا لونج تيرم لايبيليتي. وخدنا الاونرز ايكويتي ككومبوننت كمكون، وقلنا ان مكوناته ثلاث حاجات، مكوناته الكابيتال او الانفستمنت باي اونر، والانكم اللي احنا قلنا عليه عباره عن ريفينيو ماينس اكسبنسز، وفهمنا يعني ريفينيو يعني اكسبنسز، والدروينج. فدي المكونات بتاعتنا، دي التولز، العده اللي هنشتغل بيها، اللي هنعمل بيها الشغل بتاعنا. النهارده بقى او في المحاضره ديت هنبدا نخش خطوه زياده جوه الفاينانشال اكاونتنج، ونبدا نتكلم على حاجه مهمه قوي، حاجه اسمها الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل، بيسموها الجاب، يعني الناس الصنايعيه بتوع الاكاونتنج او المحاسبين يقولوها جاب. جاب يعني جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل، بيسموها المبادئ المتعارف عليها المقبوله ما بين المحاسبين. اقفلوا النت الله يكرمكم. معاك اهو حضرتك. سوري معلش قطع النت من عندي تاني، عملت ريكونكتنج. سوري معلش. الحمد لله الحمد لله. ايه الاخبار؟ معايا كده شباب بعد اذنكم؟ معايا انا معاكم. طيب يلا بينا. يلا دكتور محاضر. اوكي، قلنا ان احنا هنتكلم على حاجه مهمه قوي اسمها الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل او الجاب. تعال افهمكم اللعبه بتاعتها ايه، مهم قوي ان احنا نفهم معنى كلمه جاب.
احنا لو بنتكلم على الفاينانشال السكرين شيرنج اعتقد، بس حضرتك محتاج تعمل ايه يا دكتور البرزنتيشن كده مش ظاهر. حاضر حاضر سوري انا اسف هقوق عليا كده. ظهرت عند حضراتكم؟ تمام يا دكتور شكرا. تمام انا اللي شاكر لكم. بقول ان احنا هنتكلم على حاجه اسمها الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبل او الجاب. الجاب ديت فكرتها ايه؟ اول حاجه احنا بنشتغل على فاينانشال اكاونتنج، يبقى الجاب بتشتغل مع الفاينانشال اكاونتنج نوت وذ مانجيريال اكاونتنج. فكرتها ايه؟ انت بتشتغل مع يوزرز كتير قوي اسمهم اكسترنال يوزرز. السؤال اللي يجي على بالنا، انا عندي اونرز، عندي انفيزيتورز ناس مستثمرين عايزين يجوا معانا جداد، عندي كريديتورز، عندي الحكومة والتاكس اثوريتي، عندي حتى الموظفين، عندي السوسايتي، ناس كتير قوي. السؤال المنطقي، حضرتك لما تطلع فاينانشال اكاونتنج انفورميشن تخدم مين في دولت؟ قلت لي هخدمهم كلهم، انا هوفر معلومات لكل الناس دي. طب الناس ديت مش طايقه بعضها. يعني ايه مش طايقه بعضها؟ يعني في كونفليكت اوف انترست بينهم. كونفليكت اوف انترست يعني ايه؟ يعني كل واحد بيهمه حاجه غير التاني. اكتشوالي هما ضد بعض. يعني ايه مش فاهم؟ يعني الاونر يهمه ان يحقق بروفيت، صح؟ كل تفكيره انه يكسب. طب والكريديتور كل تفكيره انه ياخد منك انترست زياده. طب ما دولت عكس بعض. لو حضرتك دفعت انترست كتيره البروفيت بتاعك هيقل. حضرتك عشان تزود البروفيت بتاعك لازم تقلل الانترست. طب تعالى على الموظفين، بتديهم سالاريز، الموظف يهم انه ياخد الماكسيمم سالاري هي كان يقدر ياخد منك اقصى سالاري ممكن. طب والاونر والانفيزيتورز يهمهم يزودوا ارباحهم فيقللوا السالاري. طب التاكس والضرايب، الضرايب يهمها انك انت تدفع ضرايب، الاونر نفسه ما يدفعش ضرايب. فانت عندك ناس مش طايقه بعضها، كل واحد اهتماماته مختلفه عن التاني تماما. واحد بيركز على الربح، واحد بيركز على الانترست، واحد بيركز على التاكس، واحد بيركز على السالاريز. طب انا كمحاسب لما اجي اطلع الفاينانشال اكاونتنج بتاعتي الانفورميشن اديها تليق على مين اكتر، تنفع لمين اكتر؟ قال لك لازم تبقى نيوترال. نيوترال يعني محايد، يعني تطلع معلومات لكل الناس دي. طب ازاي هعملها اللعبه ديت؟ قال لك هتعملها لما تشتغل اكوردنج تو جاب. اكوردنج تو يا شباب تو جاب يعني ايه جاب؟ يعني ستاندرز. يبقى كلمه برينسيبال اللي قدامنا دي يا شباب معناها ستاندرز، معايير. طب ازاي بتتعمل وشكلها ايه؟ قال لك والله انت عشان تطلع البالانس شيت والانكم ستيتمنت والاونرز ايكويتي الفاينانشال ستيتمنت بتاعتك لازم تعملها اكوردنج تو جاب. اديكم الفكره ببساطه عشان نفهمها. لما كنا شغالين زمان في مصر كان عندنا ستاندر للاكاونتنج في مصر، يعني طرق لاحتساب الاكاونتنج ترانزاكشن، فكانوا يسموها الايجيبشن جاب يعني المعايير المصرية. وكانت تيجي السعودية يبقى عندها الستاندرز بتاعتها فيسموها سعوديان جاب، وتيجي أمريكا اليو اس عندها الجابس أو الستاندرز بتاعتها فتعمل اليو اس جاب. يبقى كل دولة كان عندها الستاندر الخاصة بيها اللي على أساسها يعملوا الفاينانشال ستيتمنت دي. ودي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ستاندرز البروفيشنالز بتوع الاكاونتنج هم اللي بيعملوها. بيقعد الناس بتوع المحاسبه بورد كده بورد، حد يقفل المايك لو سمحتوا، المايك مفتوح عند حد. بورد من ناس اكاديميين وناس في الصناعه وناس محاسبين شغالين في البراكتس، يقعدوا مع بعض ويحلوا المشاكل. يقولوا والله المشكله ديت احنا عايزين نعمله مثلا انكم ستيتمنت، يبقى هنقول ده ناقص ده. فتلاقي الانكم ستيتمنت في كل البلد زي بعضها، كل الشركات اللي في مصر تعمل بالانس شيت زي بعض، يعملوا انكم ستيتمنت زي بعض لانهم اكوردنج تو ذا سيم جاب.
لغايه لما حصلت مشكله اسمها الجلوبالايزيشن او العولمه. فلقوا ان الشركات الامريكيه يعني مثلا ديل اللي بتعمل الكمبيوتر او الايفون مثلا شركه ابل، تلاقي ان المنتج الابل ده مكتوب عليه تحت كده ميد ان تشاينا. ايه ده ميد ان تشاينا ازاي مع انه امريكاني؟ قال لك اصل الشركات الامريكيه راحت فتحت في الصين، لان الصين ارخص في الايد العامله، ارخص في التاكس، ارخص في الباور والكهرباء، فاحنا اوفر لنا نروح نصنع المنتج بتاعنا في الصين. فبقوا ياخدوا الديل والابل والسوني والحاجات الامريكاني والحاجات الياباني الحاجات الغاليه يصنعوها في الصين بتكلفه اقل فيقدر يبيعها. طب جميل، بس واجهته مشكله ان هو في امريكا شغال باليو اس جاب، فهيطلع الفاينانشال اكاونتنج بتاعته اكوردنج تو المعايير الامريكيه، ولما هيروح يشتغل في الصين هيشتغل بتشاينيز جاب، مع ان الاثنين شركه واحده. فقابلتنا مشكله ازاي نجمع الفاينانشال ستيتمنت اللي معموله في الصين على التشاينيز جاب مع اليو اس جاب. فبدانا نفكر في حاجه اسمها المعايير الدوليه، حاجه يسموها الايفرس، ترجمه انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد. انترناشونال يعني بقت دوليه، فتلاقي امريكا والصين ومصر والمانيا وجنوب افريقيا كلهم يشتغلوا بذا سيم ستاندرد. يعني لو جينا مسكنا الفاينانشال ستيتمنت اللي طالعه من الصين مع الفاينانشال ستيتمنت اللي طالعه من امريكا مع اللي طالعه من مصر، نلاقيهم ذا سيم، شبه بعض بالظبط، بيستخدموا نفس الستاندر. فوصلنا الى حاجه اسمها المعايير الدوليه. يبقى احنا كاكاونتنج ما بنشتغلش بمزاجنا، او نقدر نقول كده المحاسب لو اشتغل بمزاجه يخربها. امال بيشتغل اكوردنج تو ايه؟ بيشتغل اكوردنج تو ستاندرز. الستاندر ديت بيسموها الجاب اذا كانت لكل دوله لوحدها، او يسموها الايفرس، او يسموها الايفرس لو هتشتغل على الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد. يبقى دي المعايير اللي بتحكم العمل المحاسبي. طب زي ايه برضو عشان نفهمها اكتر؟ تعال اديلك مثال. اول حاجه عندنا حاجه اسمها الهيستوريكال كوست برينسيبل، ده برينسيبل شغالين بيه كل الدنيا. تعال افهمه لك. لو تخيلنا حضرتك ان عندنا كومباني هتشتري عربيه، فبنروح للديلر او السبلاير اللي بيبيع العربيات ونختار عربيه معينه ونساله بكام دي يا حاج، بكام؟ فقال لي ب100,000. قلت له غاليه ما تسويش يا راجل، ده انا شايف زيها ب90,000. قال لي لا والله ده يدوبك والجمارك والضرايب حدها لك ب95. يبقى بدانا الكلام على 100، عملنا نيجوشيشن وصلنا ل95. السؤال ال95 دي اسمها ايه؟ قال لك اسمها الفير ماركت فاليو. خلي بالك ده تمنها في السوق، تمنها مش 100، هي تمنها 95، بس الراجل قال لك 100 عشان يريحك ويتفاصل معاه ويرضيك. فيبقى هي تمنها كام يا شباب؟ 95. يسموها الفير ماركت فاليو، قيمتها السوقيه، قيمتها في السوق. حضرتك قلت له موافق ودفعت ال95,000، يتسموا عندك كوست، يبقى انت دفعت كوست ثمن العربيه 95,000. خدت بالك ان الاثنين بيساووا بعض، ان الفير ماركت فاليو ايكوال الكوست. طب طلعنا من الاجنس ورحنا المصنع وشغلنا العربيه شهر، وجيت سالتك هي الفير ماركت فاليو بتاعت العربيه دي كام؟ هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك العربيه دي قيمتها السوقيه كام، يعني ايه؟ يعني تساوي كام؟ قال لي ما انتمنوها. قلت له يعني مش ب95؟ قال لي لا، دي كانت 95 يوم ما اشتريناها، انما النهارده بعد شهر احنا استخدمناها، فتمنها ممكن يقل او يزيد حسب ظروف السوق، لكن غالبا هيقل. نقول له بتساوي مثلا 85,000. يبقى الفير ماركت فاليو بيتغير. طب تعالى كده الكوست بتاعتها كام؟ بقول له يعني ايه كوست؟ قال لي يعني لما اشتريتها بكام؟ قلت له ب95. خدت بالكم ان الكوست بتاعتها ما اتغيرتش؟
لكن الفير ماركت فاليو بتاعتها اتغيرت. فيجي لك برنسبل في الاكاونتنج يقول لك ايه، لما تكتب جوه البالانس شيت بتاعتك كار اكتبها بالايه، بالهيستوريكال كوست، اكتبها بالكوست بتاعتها، اكتبها بال 95,000، سواء النهارده يوم ما اشتريتها كانت ب 95، بعد شهر ب 95، بعد سنه ب 95. هتقول لي هو الرقم ما بيتغيرش، هقول لك الرقم ما بيتغيرش ليه، اصل ده ثمن العربيه يوم ما اشتريناها. طب تعالى لو احنا بس الرقم ده مش حقيقي يا شباب، يعني اما اقول للشركه انت عندك عربيه النهارده ثمنها كام ويقول لي 95، الرقم ده مش حقيقي، ده هي 95 يوم ما اشتريتها، النهارده تساوي 85,000. قال لك ممنوع انك تكتب ال 85,000 دي في هنا. طب ليه ممنوع؟ لانك شغال اكوردنج تو برنسبل، بيقول هيستوريكال كوست، يوز الكوست. طب واحد يقول لي طب يا دكتور ما هو الرقم ده مش حقيقي، الرقم ده مش حقيقي، ده رقم غلط. هقول لك اه رقم غلط فعلا، بس لو استخدمنا ال 85 تقدر تحلف على المصحف ان الرقم ده صح. يعني ايه؟ يعني انت معاك مستند انها تساوي 85، في دوكيومنتد للكلام دوت. انت لما تمنت العربية النهاردة ب 85، مش كان ممكن تجيب واحد تاني يتمن يقولك ب 83، او واحد تاني يتمن يقولك ب 92؟ هل معاك بروف مستند يقولك ان الماركت فاليو بتاعتها كام النهاردة؟ لا ما عنديش، ده تتمين، ده مجرد بروبوزل، اقتراح لسعر. لكن انا عندي دوكيومنت للكوست، انا اشتريتها فعلا ب 95,000، والكونتراكت اللي عملناه مكتوب عليه 95,000. عشان كده اقول لك الجاب او الستاندر بيقول لك اشتغل بالهيستوريكال كوست، يوز الكوست برينسيبل. يعني ايه؟ يعني يوم ما اشتريتها اشتريتها بكام. جميل قوي. يبقى في فرق مهم قوي لازم تعرفه ما بين الماركت فاليو اللي هو تمنها في السوق، وده بيتغير من وقت لوقت، كل ما تعدي يوم يتغير. يعني العربية طالعة من الأجنس ب 95، بعد شهر ب 90، بعد شهر ب 85، قيمتها بتتغير، لكن الكوست بتاعتها معناها اشتريتها بكام، ده أماونت ثابت كونستنت ما بيتغيرش. فيجي الستاندر أو الجاب يقول لك يوز الكوست برينسيبل، يعني الكومباني ريكورد ذا أسيت أت ذير كوست نوت الماركت فاليو. ده معنى كلمة ان احنا كلنا شغالين بالجاب. جميل. تاني ما واحد برضو كمثال للبرنسبل اللي احنا بنتكلموا عليها، حاجة اسمها الماتشنج برنسبل. يعني ايه ماتشنج؟ جاء من كلمة ماتش، يعني ماتش كورة مثلا، اتنين بيقابلوا بعض ونشوف من اللي يكسب. فعديك مثال صغير وتجاوب عليا بعد اذنك. لو قلت لك ان الريفينيو بتاع 2015 10,000 جنيه، ريفينيو بتاع سنة 2015 10,000، والاكسبنس بتاع 2014 8,000، تقدر حضرتك تحسب لي الانكم يساوي كام؟ ركز كده معايا في السؤال ده. انا هدي لك جيفن ريفينيو بتاع 2015 10,000 جنيه، والاكسبنسز بتاع 2014 8,000 جنيه، حضرتك احسب لي بعد اذنك الانكم. ها ينفع؟ بس انا قال لك ما ينفعش، عشان ده بتاع سنه 15 وده بتاع سنة 14، فيطلع لك الرقم ده خلطبيطة. يعني انت لو جيت قلت لي 2000، هقول لك ال 2000 ده بتاع سنة 15 ولا بتاع سنة 14؟ ما ينفعش. ده انت لازم تقول لي ريفينيو بتاع سنة 15 10,000، والاكسبنس بتاع سنة 15 7,000، يبقى حضرتك الانكم بتاع سنة 15 3,000، يبقى لازم كلهم بتاع نفس السنة، اهو ده يسموه الماتشنج. يبقى لما حضرتك تحب تحسب حاجة في الاكاونتنج احسبها كلها for the same years. يبقى انت لازم تاخد at the end of the period match الريفينيو بتاع السنة مع الاكسبنس بتاعت نفس السنة، اهو ده matching principle، ده مقدس عند المحاسبين. لما المحاسب يحب يحسب الانكم بتاعه لازم ياخد الريفينيو بتاع السنة مع الاكسبنس بتاع نفس السنة. جميل. طب ايه كمان ممكن يقابلنا على الحاجات دي؟ قال لك في عندنا حاجة اسمها assumptions. كلمة assumption يعني افتراضات يا شباب. افتراضات يعني ايه؟ يعني حاجة مش حقيقية بس لازم نفترضها، لازم نفترضها ونصدقها ونعمل بيها.
ده افتراض assumption، مش فاهم يعني ايه. اديك مثال صغير. اول حاجه، حاجه اسمها المونيتري يونت assumption. اديك مثال كده، حضرتك اشتريت كار في الشركه بتاعتك سنه 90، سنه 90 يعني من 30 سنه، ب 10000 جنيه، واشترينا النهارده كار سنه 2020 ب 100000 جنيه. لو جيت سالتك هو التوتال كارز في الشركه دي يساوي كام؟ هتقول لي سهله، 10 و100 يبقوا 110. بس الكلام ده مش صح يا شباب، الكلام ده غلط. ليه غلط؟ اصل الجنيه بتاع سنه 90 ما بيساويش الجنيه بتاع سنه 2020. ده العربيه اللي كانت ب 10000 سنه 90 يمكن احسن من العربيه اللي ب 100000 سنه 2020، صح؟ ايوه صح. بس انت افترضت assumption. assumption بيقول ان الجنيه ال 1 دولار او الجنيه بتاع سنه 90 ايكوال ال 1 دولار بتاع سنه 20، فلما تجمعهم تقول لي عندي 20، تقول عندي 2 دولار، واحد بتاع سنه 90 واحد سنه 2020. ده assumption انت مفترضه. مش كده وبس، اديك مثال. لو عندنا ريستوران مطعم وعندنا شيف. دكتور انا مش سامع الصوت خالص. طب حضرتك حط السماعات على ودنك بعد اذنك. حاضر. حط السماعات على ودنك بعد اذنك يا فندم. حاضر. والله انا بحاول ازعق وماسك المايك في ايدي يعني. لا في مشكله في المايك اصلا. معلش حاضر انا عليك ان شاء الله. حضرتك معاك وانا معاك. هو ممكن يا رحبتك كان المشكله عندك، لان احنا سامعين كويس. اعتقد احنا كلنا سامعين كويس. ممكن تبقى المشكله عندك. انا بعيد عن الراوتر، هروح جنب الراوتر. ماشي. طيب. انا عندي متظبطه. نعم يا حبيبي. طب يا دكتور معلش، مش ده عكس الكلام اللي قلناه من شويه؟ اللي هو قلنا ان احنا مش احنا قلنا بنحسب الكوست بتاعت الحاجه حتى لو بتمنها وقت شراء. فدلوقتي الافتراض والاصل مش هيبقى، مش ده عكس الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه؟ لا مش هيبقى عكسه، لانك انت برضو بتستخدم الوحده اليونت، يعني الوحده الفلوس، يعني الجنيه وجنيه مجموعهم 2. ما بتجيبش قيمتها النهارده، انت بتقول انا دافع فيها كام. فالكوست اللي انا اشتريت بيها زمان كانت ب 10، الكوست اللي اشتريت بيها النهارده 100، يبقى مجموعهم 110. ريجاردليس بقى هي اللي في انفليشن ولا ما فيش، في تضخم ولا لا، الاسعار زادت ولا لا، ما بتشغلش بالك بالحاجات دي، لان عندك اسامبشن بيقول مونيتري يونت ثابته، وحده الجنيه. اديك مثال تاني عشان تفهمه اكتر بعد اذنك. يعني لو عندي شركه، لو عندي شركه عندها مطعم ريستوران وعندنا شيف، الشيف دوت هو اساس الريستوران، الشيخ الشربيني مثلا، عارف الشربيني؟ الشيف الشربيني ده حاطينه في الريستوران بتاعنا، فالناس بتجيله من كل حته عشان تاكل من ايد الشربيني. لما اجي انا اقول الشركه دي عندها اسيت، ممتلكات الشركه، عندها ترابيزات وعندها كراسي، صح؟ وعندها الشيف الشربيني. الشيف الشربيني يساوي كام؟ تقدر تتمنه بفلوس؟ ده انتنجبل. تقدر ما هو الانتنجبل اقدر اتمنه بفلوس. هل تقدر تتمن الشيخ الشربيني ده بفلوس؟ قال لا ما اقدرش، ما اقدرش اتمنه، لان البني ادم لا يقيم بالفلوس. بس الراجل ده اساس المطعم، خلي بالك لو الشيف الشربيني ساب المطعم، المطعم ده هيقفل. ده راجل مهم جدا، ده اسيت مهم جدا، لكن ما اقدرش اقيمه بالفلوس. يبقى انا المونيتور يونت بيقول ما تسجلش في الدفتر الا الحاجات اللي تقدر اكسبريست ان تيرم اوف ماني، تقدر تعبر عنها بالفلوس. طب لو ما عبرش عنها بالفلوس ما تكتبهاش، مع انها مهمه. احنا عندنا مدير للشركة راجل كفاءة جدا، ده من اساسيات الشركة، الراجل ده اسيت. هل اقدر اتمنه بفلوس؟ لا ما اقدرش. يبقى ما تقدرش تسجله في الدفتر بتاعك، يبقى ده assumption، مع انها اسيت مهمة، الا اني ما قدرتش اسجلها ولا اسجلها ولا احطها في الدفتر because I can't express it in term of money، ما اقدرش اعبر عنها بالفلوس. طب اديك مثال تاني، عيننا سكرتيرة ب10000 جنيه، عيننا سكرتيرة ب10000 جنيه، هل تعيين السكرتيرة اقدر اسجله في الدفتر؟ احنا عايزين السالري بتاعه. الله ينور عليك، يبقى لما تقبض السالري اسجله، صح؟ طب هي تعينت ولسه ما قبضتش، يعني جبناها النهارده، انا قابلت واحده وانا ماشي قالت لي ممكن تشغلني عندكم في الشركه، قلت لها اهلا وسهلا، خدتها
وقلت لها هتشتغلي كذا وكذا، هتاخدي 1000 جنيه في الشهر وهتبدأي من بكرة، أقدر أسجل حاجة في الدفتر دلوقتي؟ مفيش ديدكشن؟ لا الله ينور عليك، مفيش ترانزاكشن، ولا هي اشتغلت ولا أنا دفعت لها فلوس، يبقى نو ترانزاكشن، لأن مفيش موني. يبقى أي حاجة هتتسجل في الأكاونتنج لازم تبقى إن إيه، إن تيرم أوف موني. أي حاجة هنسجلها عندنا لازم تبقى إن تيرم أوف موني. جميل. طيب تعال ناخد كمان مثال برضو. يبقى احنا خدنا هيستوريكال كوست، بسجل الحاجه بتكلفتها ريجاردلس هي قيمتها بتزيد ولا تقل. فتلاقي عندك ارض شارينها من 30 سنه ب 10,000 جنيه، النهارده الارض دي تساوي 1,000,000 جنيه، تلاقي متسجله في الدفتر ستيل بكام؟ بال 10,000. ما اقدرش اسجلها بمليون مع ان ده الرقم الحقيقي. اتفضل. كل الزملاء بس اللي ما بيستخدمش المايك يا ريت يعمل ميوت بعد اذن حضرتك. اه اللي ما بيستخدمش المايك بعد اذنكم يقفله، عشان بيعمل فعلا شوشره على بقيه الزملاء بعد اذنكم يعني. انا عندي سؤال يا دكتور. اتفضل يا فندم، اهلا بيك. معلش. الحته بتاعت الشيف الشربيني. أيوه. طب حضرتك انت وضحت فعلا ان هو كاسيتس مش قادر اعبر بيه بفلوس، صح؟ فبالتالي مش قادر، ما احطلوش قيمه، صح؟ بس هو في نفس الوقت في المقابل هو في اكسبنس بيحصل، انه بياخد مرتب عالي جدا. ما هو المرتب ده سالري، ده سالري عادي من ضمن الاكسبنس، ده اكسبنس مقابل تمام. شغله بس، لكن هو كقيمته كفاليو كفاليو تقدر تتمنه يعني. أنا تقدر اتكلم بقى في الريفلكت على الفاليو بتاعته، ان هو لو شيف واحد اكس مستر اكس اي حد. أيوه. كان هياخد 10,000، لكن الشربيني مثلا هياخد 60,000، صح؟ فعشان اللوجيك في الورق ان ده واخد 60,000، طب ما الاسيتس كانت هتعبر بقى لو كان ليه قيمه، كانت هتوزن ولا ايه؟ ما كلام حضرتك مظبوط. كلام حضرتك مظبوط. انا لما اجي اكتب كده جوه الاسيتس واقوم كاتب شيف، اقدر اكتب قدامه رقم؟ يعني انا عايز اكتب من ضمن من ممتلكات الشركه. جاري لي في الكلام، انا دلوقتي عايز اكتب اسيتس ممتلكات الشركه، واقول ان انا عندي شيف ماهر جدا وعبقري، اقدر اكتب قدامه تمن؟ هتقولي ما انت ممكن تعمله ايفالويشن. لا، التمن ده هل هو دوكيومنتد معاك مستند بتمنه؟ طبعا لا، ده بني ادم ما بيتباعش ولا بيتشرى، فما اقدرش اكتبه هنا. لكن لما اجي اقول انا عندي اكسبنسز، الراجل بيشتغل وبياخد سالري زي غيره، بياخد بقى سالري كبير سالري صغير، ده موضوع تاني. انا لما اجي اقرا القوائم الماليه بتاعتي الفاينانشال ستيتمنت، ما اقدرش اربط ان عندي شيف واربطه بالسالري، ده حاجه وده حاجه. احنا بنتكلم دلوقتي على انك ما تقدرش تسجله في الدفتر، ما تقدرش تكتب في الدفتر ان عندك شيف اسمه فلان الفلاني يساوي كذا، لانه ما تقدرش تتمنه بالفلوس. لكن السالري انا هدفعه فعلا سالري كبير، وممكن كل سنه يتفاوض معايا وياخد سالري اكبر كمان. انا قصدي، طب ماشي، انا فهمت حضرتك. طبعا ما ينفعش اكتب اسم، بس ينفع اعمل كاتيجوري؟ يعني اما اقول شيف A غير اما اقول شيف C، مستوى C غير مستوى. هتعمل الكاتيجوري دوت في السالاريز، يعني وانت بتعمل السالاريز كده هتقوم قايل انا عندي سالاريز كاتيجوري A ب 10,000، وعندي كاتيجوري B ب 5,000، ده جوه السالاري. لكن انا لما اجي اطلع المعلومه ديت اليوزر، مش هطلع له بقى ال 10,000 وال 5,000، هقول له انا بدي سالري 15,000 جنيه. خلي بالك ان السالري اللي بيطلع لليوزر هو التوتال، اجمالي السالري. يعني حضراتكم في الشركه حضراتكم مصنفين درجات، مثلا في واحد بيقبض 10، وواحد بيقبض 20، وواحد بيقبض 30. انا لما اجي اطلع المعلومه دي للناس ما تطلعش 10 و20 و30، تطلع ان الشركه بتدفع سالري 60,000 جنيه، فمستخبي جواها الكويس على الوحش، ابو قرش على ابو قرشين. فهمت حضرتك الفرق؟ ما اقدرش اعمل الكاتيجوري دوت، ما اقدرش اعمله جوه البالانس شيت ولا الانكم ستيتمنت بتاعتي. انا قصدي بس عشان في المراجعه اللي حضرتك كنت بتقول عليها ان في ناس بتراجع. أوه. وكان سؤالي ده جاي من هو لما يشوف الستيت. ايوه. هيلاقي ان مثلا واخد مرتب عالي جدا، فيعني ايه الفكره او ايه الريزون؟ جميل. لكن لما يكون واضح في الكاتيجوري هتبقى واضحه. هقول لحضرتك انا حاجه اكتب في الانكم ستيتمنت كده. اعتقد يا دكتور ان هو المراجعه بتراجع ماليا بس، مش بتراجع اداريا. ما انا هقول لحضرتك. لا حضرتك فاهم صح طبعا. هقول لحضرتك ازاي. انا كاتب هنا اكسبنس سالاريز، مثلا بدفع مرتبات 100,000 جنيه، هيجي الاوديتور يراجعهم. بص هيراجعهم ازاي حضرتك؟ هيقول لك كام واحد بتدي له مرتبات عندك، فهتقول له ايه وبي وسي ودي، ده بياخد 10 وده بياخد 20 وده بياخد 30 وده بياخد 60 50,000.
فهيقول لك اشمعنى ده اللي بياخد 50، تقوم مطلع له الكونتراكت بتاعه، في تعاقد بينك وبينه، بتقول له في تعاقد منا وبين الراجل ده انه ياخد مرتب 50,000. ما دام معاك الكونتراكت ومعاك الليسته ديت اللي هي كشف المرتبات ومجموعهم يساوي 100,000، يبقى هو شغلته خلصت كده، ملوش دعوه بقى انت ليه مضيت معاه عقد ب50. ده موضوع ما يخصش الاوديتور، زي ما اخونا قال من شويه، انت كاتب للشيف الشربيني 50,000 جنيه، فين العقد اللي بينك وبينه؟ اهو العقد مطلع مرتب كام؟ 50. اجي انا كاوديتور اراجع العقد مع ال50 واقول كده مظبوط، واجمع دولت يطلع مجموعهم 100، يبقى كده مظبوط. فهمت حضرتك اللعبه اللي بيعملها الاوديتور؟ ما بيخشش بقى طب انت ليه اديت له 50، ما انا معايا عقد، انا شايفه كويس، ده شغله الاوديت، شغله المانجر، هو حر المانجر، مش احنا قلنا المانجر ياخد ديسيجن زي ما هو عايز؟ فهو خد ديسيجن انه يتعاقد مع الشيف الشربيني ب50، او يتعاقد مع محمد ب30، او يتعاقد مع حسن ب20، هو حر، دي قراراته، بشرط انه يكون عنده مستند، يكون عنده ورقه مكتوب فيها الكونتراكت فيه كام، وكشف المرتبات فيه نفس الرقم، ومجموع المرتبات يطلع نفس الرقم. يبقى زي ما اخونا قال هي حته فاينانشال بس، محاسبه، بنتكلم في الجوانب الماليه فقط. طب في حاجه كمان اخيره عايز برضه اتكلم معاكم فيها، اسمها الايكونوميك انتيتي اسامبشن. هديكم مثال صغير بعد اذنكم. لو انا محمد جابر عندي محلين، عندي سوبر ماركت وعندي ورشه ميكانيكي، الاثنين بتوعي، مش ينفع واحد يبقى عنده تو بزنس؟ عادي جدا. حضرتك انا اشتريت عربيه، اسجلها في السوبر اللي تبع السوبر ماركت، ولا اسجلها تبع ورشه الميكانيكي، ولا اسجلها باسمي؟ يا شباب، يبقى انا محمد بمتلك سوبر ماركت على حسب النيه يا دكتور بقى، حسب هستخدمها فين، مش كده برضو؟ فين بالظبط؟ يعني لو انا هركبها استخدام شخصي تبقى باسم محمد جابر، سجل هنا ولا هنا؟ الله ينور عليك. هستخدمها في السوبر ماركت تنقل بضاعه، يبقى هسجلها تحت السوبر ماركت. لو هجيبها في ورشه الميكانيك يبقى هسجلها ورشه الميكانيك. اهو ده يسموه الايكونوميك انتيتي اسامبشن، ده افتراض ان كل واحد مننا احنا الثلاثه مستقل عن الثاني، يعني السوبر ماركت مستقل عن ورشه الميكانيكا عن محمد جابر، مع ان في الواقع العمل الثلاثه دول كلهم حاجه واحده، كلهم بتوع محمد جابر، ومحمد جابر العربيه بتاعته سواء في السوبر ماركت او ملكه هم اللي كلهم بتوعه، صح؟ لكن عشان نشتغل اكاونتنج صح لازم نعمل سيبريشن بتوين البيزنس وبعضها، كل بيزنس له حساباته الخاصه والاونر له حساباته الخاصه. يعني انا لو دلوقتي خدت جبت ثلاجه للسوبر ماركت، يبقى هسجلها جوه السوبر ماركت تبقى اسيت ملك السوبر ماركت. جبت جهاز معده اكويبمنت للورشه، تتسجل معده للورشه. اشتريت عربيه شخصيه، تتسجل باسم محمد جابر. اهو ده تطبيق للايكونوميك انتيتي اسامبشن، يعني كل الاكتيفيتيز لكل انتيتي لوحدها كيبت سيبريت وديستنكت فروم اذر اكتيفيتيز اند اونر، كل اكتيفيتي لوحده او كل بزنس لوحده والاونر مستقل عنهم. ما ينفعش ندمج حساباتي مع حسابات الشركه مع حسابات الشركات اللي انا بمتلكها. الكلام اللي احنا قلناه دوت بيسموه ايه؟ بيسموه الجاب. دي الستاندرز اللي المحاسبين بيشتغلوا على اساسها، دي البرنسبلز اللي بتحكم شغل المحاسبين. طيب عايز استاذنكم نتكلم على موضوع مهم قوي، انواع البيزنس، انواع الشركات. في عندنا ثلاث انواع من الشركات يا شباب. اول نوع يسموه السول بيزنس، دي بيسموها المنشاه الفرديه. حد يقفل المايك لو سمحتوا، اللي فتح مايك يقفله. المنشاه الفرديه دي بيمتلكها شخص واحد، اوبن اوند باي وان بيرسون، وغالبا بيبقى هو المانجر والاوبريتور، يعني دكان حلاق بيبقى هو الحلاق، ورشه ميكانيكي بيبقى هو الميكانيكي، عياده الدكتور بيبقى هو الدكتور، ودوت هو كل البروفيت بتاعه وكل اللايبيليتيز وكل اللوسز عليه هو. وده لو حصل مشكله في المكان دوت هيعرفوا بيته ويروحوا يبيعوه دومه، لانه منشاه فرديه مسؤول عن شركته بالكامل. ودي غالبا بيبقى راس مالها صغير، الشركات الشخصيه دي بيسموها منشاه فرديه، بيمتلكها شخص واحد، سول بيزنس. في نوع تاني من الشركات لما يبقى انك انت لوحدك مش قادر تعمل البيزنس، يعني انت البيزنس بتاعك محتاج 10 مليون جنيه وانا معايا مليون
واخويا معاه 2 مليون وحضرتك معاك 3 مليون والتاني معاه 2 مليون، بنجمع بعض ونعمل حاجه اسمها بارتنرشيب. بارتنرشيب يعني شركه، بيسموها شركه عندنا في مصر يسموها شركات اشخاص، اللي هي بيسموها ساعات شركات التضامن. بارتنرشيب دي اوند باي تو اور مور بيرسونز، بيمتلكها اتنين او اكتر. يبقى في شركات بيمتلكها شخص واحد اسمها السول بيزنس، في شركات بيمتلكها اتنين او اكتر يسموها بارتنرشيب، وغالبا برضو بيبقى انليميتد بيرسونال لايبيليتي. يعني ايه؟ يعني حضرتك كلنا مسؤولين مع بعض. يعني لو في ديون على الشركه، احنا عندنا محمد واحمد وحسن شركه، والشركه بتاعتهم عليها ديون 100,000 جنيه ومش قادرين ندفعوهم، التلاته متضامنين، يعني اللي معاه يدفع، مش كل واحد على قد الكابيتال بتاعه شركة. يعني مش كل واحد على قد الكابيتال بتاعه. لا، ده بتبقى كلنا متضامنين، يعني اللي معاه يدفع. عشان كده يسموها بارتنرشيب او شركات تضامن. النوع الثالث من الشركات، النوع اللي هو المشهور جدا، يسموه الكوربوريشن. ودوت لما يكون راس المال كبير قوي، ياخدوا راس المال الكابيتال ده ويقسموه الى حاجه اسمها شيرز، ساعات يسموها ستوكس، يعني اسهم. ويبقى السهم مثلا ب 100 جنيه اللي يشتري سهم يبقى يمتلك حته من الشركه، لكن مسؤول بس على السهم بتاعه، يعني ما يخسرش اكتر من السهم بتاعه، بعكس البارتنرشيب. البارتنرشيب انت مسؤول عن ديون الشركه في اموالك الشخصيه، لو حصلت مشكله هيروحوا البيت يبيعوك هدومك. لكن شركات الكوربوريشن انت اقصى حاجه تخسرها قيمه السهم بتاعك، فيسموه كوربوريشن او شركات المساهمه. وديت الشركات اللي بتخش البورصه، هي ديت اللي بتبقى ليستد في السكيورتي ماركت، فيسموها ليستد كومباني. ليستد يعني مسجله في البورصه. طبعا مش شرط كل شركات الكوربوريشن تتسجل في البورصه، لكن شرط اساسي عشان تتسجل في البورصه انك تبقى كوربوريشن. فشركات البارتنرشيب وشركات السول بيزنس ما بتتسجلش في البورصه. وديت توزيعات الارباح بتاعتها بيعملوا حاجه اسمها ديفيدنس، بيوزعوا حاجه اسمها ديفيدنس او توزيعات ارباح. خلينا بس اقول لكم حاجه، ان السول بيزنس الراجل اللي اسمه الملك الشركه اسمه اونر، البارتنرشيب اسمه بارتنر يعني شريك، ما اسموش اونر. شركات الكوربوريشن اسمه ستوك هولدرز. فلما تيجي تعرف اسم الراجل اللي بيمتلك، فلو قلت لك اونر اعرف انها شركه سول بيزنس، لو قلت لك بارتنر يعرف انها شركه بارتنرشيب، لو قلت لك ستوك هولدرز يبقى دي شركه كوربوريشن. لازم نبقى عارفين التلات انواع دولت من الشركات. طب ناخد كده كام سؤال نشوفهم مع بعض، نتسال في الحته ديت ازاي. انا طبعا في الاخر هقول لكم هسالكم في الامتحان ازاي، ما تقلقش. يعني كومبايننج ذا اكتيفيتي اوف كيلوج اند جنرال مايلز، دول شركتين، ده بيزنس وده بيزنس. لما اجي اعمل كومبايننج للاكتيفيتي مع بعض، ده فيوليت لمين؟ للايكونوميك انتيتي اسامبشن. يبقى انا كده عملت فيوليشن للايكونوميك انتيتي اسامبشن، معناه ان ممنوع انك تضم شركتين مع بعض في دفتر واحد. كومبايننج الاكتيفيتي بتاعت الشركتين مع بعض ده يبقى ايه؟ يبقى غلط، ده فيوليشن للايكونوميك انتيتي اسامبشن. يبقى انا هسالك بالطريقه ديت، هجيب لك الاثنين برنسبل بتوعنا والاثنين اسامبشن بتوعنا واسالك فيهم. طب ا بزنس اورجنايزد اي سيبريت ليجال انتيتي اندر ستيت لو هافينج اونرشيب ديفايدد انتو شيرز، الشركه اللي بتتقسم لشيرز او ستوكس اسمها ايه يا شباب؟ يبقى الشركه اللي بتتقسم شيرز وستوكس اسمها كوربوريشن. ده عشان نبقى فاهمين هنتسال في الحته ديت ازاي. نيجي بقى لاهم حاجه عندنا النهارده. احنا كده خدنا الاسيتس واللايبيليتيز والاونرز ايكويتي ككومبوننت كبيزكس اليمنتس اوف فاينانشال ستيتمنت، وفهمنا معناهم وفهمنا معنى كلمه الجاب، انها ستاندردز او برنسبل او اسامبشن بتحكم عمل المحاسبه، وديت في منها نوع لكل دوله وفي منها نوع عالمي او دولي سميناه الايفرس هو الانترناشنال. ودلوقتي كل الدنيا شغاله بالانترناشنال. عايزين نتكلم بقى في حاجه مهمه قوي اسمها الاكاونتنج ايكويشن. اكويجن يعني معادله. لو خدت بالك الاكاونتنج اكويجن بتقول ان الاسيتس
assets equal liabilities plus owner's equity. واحدة واحدة كده. فاكر التاكس اللي احنا اشتريناه، اشتريناه بكام؟ ب 170,000. فاكر حضرتك كان عليك ديون كام؟ كان عليا 70,000. فاكر حضرتك الاونرز كانوا دافعين كام؟ كانوا دافعين 100,000. بص لها كده هتلاقي فعلا ال 170 بتساوي 70 زائد 100. دي مش مجرد ماثيماتيكال ايكويشن، مش مجرد يعني حساب ده زائد ده يساوي ده. ده دي بتقول لك هاو تو فاينانس الاسيت. هاو تو فاينانس الاسيت. الاسيتس عشان اموله قدامي تلات حاجات. يعني عايزين نشتري عربيه، قدامي تلات احتمالات اعملهم. اول حاجه ان ادفع كاش، يبقى معنى كده ان انا هزود عربيه، هزود اسيت ونقص اسيت زي ما هنشوف دلوقتي. او اشتري اون كريدت، اون كريدت يبقى لايبيليتي. او اخد من الاونر، اخد من الاونر يبقى اونر زيكوتي. يبقى انا كل اللعب اللي عندنا هيقابلنا يا شباب، كل شغل الاكاونتنج قايم على الثلاث كلمات اللي قدام حضراتكم دولت، الاسيتس اللايبيليتيز الاونر زيكوتي. بمعنى ان الاسيتس ات اني تايم في اي وقت ماست ايكوال مجموع اللايبيليتيز والاونرز ايكوتي. يعني اي ترانزاكشن الشركه تعملها ماست مينتين ذا بالانس اوف ذا ايكويشن بالانس، لازم يخلي الايكويشن ديت بالانس. اي حاجه هنعملوها هتخلي الايكويشن دي بالانس. تعال نفهم بالراحه كده. لو انا اديت لك اكزامبل زي اللي قدام حضرتك ده، قلت لك عندنا شركه اسمها نيو روك جاز، عندها لايبيليتيز ب 24 وعندها ايكوتي في 50، اكيد عندها اسيت بكام؟ هتقول لي سهله، ما الايكويشن بتقول كده، اسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس اونرز ايكوتي. اذا كان الاونر دافعين 50 وعلينا ديون بره 24، يبقى اكيد عندي اسيت ب 74. اكيد اكيد، لان التوتال اسيت ماست ايكوال لايبيليتيز وايكوتي. طب لو قلت لك ان انا عندي شركه ثانيه عندها اسيت ب 75 وعندها ايكوتي ب 32، يعني عندنا عربيه ب 75,000 جنيه، الاونر دافعين من جيبهم 32، الباقي ده يبقى اسمه ايه؟ اكيد يبقى اسمه لايبيليتي. طب يساوي كام؟ قال لك يساوي الفرق. يبقى ال 75 نشيل منها ال 32 يبقى عندي 43. طب بص الشركه اللي جايه ديت عندها 100,000 اسيت عليها لايبيليتيز ب 53، تقدر تقول لي عندها ايكوتي كام؟ هتقول لي سهله، يبقى ال 100 ناقص ال 53 يطلع لي ال 47. يبقى الايكويشن صحيحه في كل الاحوال، الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس اونرز ايكوتي. تعال ركز تاني بقى كده، احنا ليه ركزنا على الثلاث حاجات دول في الاول؟ قلنا ان الاسيت هي ريسورسز اوند باي ذا بزنس بروفايد فيوتشر سيرفيس اور بنفيت، زي الكاش والسبلايز والايكويبمنت واللاند والبيلدينج. طب نيجي على اللايبيليتيز، هي كليمز اجينست اسيت اللي هي الديتس والاوبليجيشن، دول الكريديتورز، دي الناس اللي عايزه مننا فلوس. بارتي تو هوم ماني از اود، الناس اللي عايزه مننا فلوس، زي الاكونتس بيبل النوتس بيبل السالاريز بيبل الكتريسيتي بيبل، كل حاجه بيبل، كل الديون اللي على الشركه. طب الاونرز ايكوتي، قال لك دي الاونر شيب كليم، دي حاجه الاونر على الاسيت. يعني لو الرقم ده 100,000 والرقم ده 30 وجيت سالت الاونرز انت ليك كام؟ يقول لك انا ليا 100 ناقص 30 ليا 70,000. كاني هاخد الاسيت اسد الفلوس اللي عليا يفضل لي الباقي، عشان كده يسموها كليم اون توتال اسيت. ودي يسموها الريزيدوال ايكوتي، ده اللي فاضل بعد ما نسد الديون اللي عليا اللي فاضل بتاع الاونر. وده انكريز بحاجتين وديكريز بحاجتين. انكريز نحفظها زي اسمنا بعد اذنكم. انكريز بحاجتين وديكريز بحاجتين، انكريز بالانفستمنت باي اونر اللي هو الكابيتال، وانكريز بالريفينيو، وديكريز بالاكسبنس والدروينج. عشان كده احنا لما جينا عملنا الشغل بتاع الايكويبمنت بتاع الاونرز ايكوتي قلنا ان هو عباره عن انفستمنت باي اونر بلس انكم اللي هو ريفينيو ماينس اكسبنس ماينس الايه؟ الدروينج. عشان كده كنا بناخدهم من شويه. طب ما تيجي نفهم اللعبه دي مع بعض. يعني ايه الاونرز ايكوتي؟ يزيد بحاجتين وينقص بحاجتين.
قال لك ان الانفستمنت باي اونر دي الاسيت اللي الاونر بيحطها جوه الشركه، يعني يدفع فلوس للشركه، يدي عربيه للشركه، يدي بيلدنج للشركه، فده انفستمنت باي اونر فيسموه الكابيتال، ده راس المال. طب لما يحصل ريفينيو، الريفينيو بتاع الشركه ده يزود الايكويتي بتاعه، زي ان يحصل ايه، ان يبيع بضاعه ياخد فيز، يعمل كوميشن، يعمل انترست، كل الحاجات ديت ريفينيوز، عوائد او ايرادات، يسموها بالعربي ايرادات، تزود الاونرز ايكويتي بتاعتنا. طب تعالى نبص ايه كمان ممكن يقابلنا، يبقى هي انكريس بحاجتين، انفستمنت باي اونر الفلوس اللي الاونر هيدفعها للشركه، والريفينيو الايرادات اللي الشركه هتكسبها، ريزلت فروم بزنس اكتيفيتيز، الشركه تشتغل فتعمل ايرنينج انكم، فتحقق انكم. طب تعالى كده مع بعض نشوف العكس، الحاجات اللي تنقص الاونر زيكوتي. قال لك حاجتين، انك تسحب فلوس من شركتك، ان الاونر يعمل وزدروينج او دروينج، كلمة وزدروولز او دروينج بنفس المعنى، او يحصل اكسبنس، كل ما الشركة تدفع اكسبنسز اكتر كل ما الاونر زيكوتي تقل، يبقى في حاجتين يزودوا الاونر زيكوتي، الكابيتال والريفينيو، وحاجتين ينقصوا الاونر زيكوتي، الدروينج والايه والاكسبنسز. فيبقى شكل المعادلة بتاعتنا كده، assets equal liabilities plus owner's equity، اقدر احلل الاونرز ايكويتي الاربع حاجات، اتنين يزودوا capital وrevenue، واتنين ينقصوا drawings واكسبنسز. طب ما تيجي نجربوا الكلام دوت، بيقول لي classify the following item as investment by owner او drawing. لازم حضرتك دكتور، اتفضل يا فندم. الشاشه نوت شيرد معانا، تمام كده، تمام، شكرا يا دكتور. زهرة، تمام كده زهرة يا دكتور، شكرا. يبقى من عند حضرتك بقى، تمام ماشي. طب معلش يا دكتور سؤال بعد اذن حضرتك. طبعا اتفضل يا فندم. هو دلوقتي لو في انفستور مثلا هيمول بمبلغ، تمام، في الحاله دي بيبقى لايبيليتي ولا بيخش تحت الاونر ايكويتي؟ حضرتك قلت انفستور صح؟ investor. ايوه، يعني ده مستثمر. يبقى owner's equity. تمام. لكن اللي هيسلفني فلوس ويخش معايا يديني فلوس وياخد عليها interest هيسموه creditor. يبقى في creditor ده راجل يسلفني فلوس، يعني انا دلوقتي فاتح شركه واتزنقت في فلوس فجبت واحد يخش شريك معايا، ده يسموه investor. يبقى ده يخش جوه owner's equity. او جيت لواحد قلت له سلفني فلوس الشركه ظروفها صعبه سلفني، قال لي انا هسلفك وماليش دعوه بالربح والخساره، انا هاخد منك انترست. يبقى الكريديتور اللي بنستلف منه ناخد ندفع عليها انترست، لكن الانفيزيتور يشاركك ربح وخساره وبالتالي تخش جوه الاونر زيكوتي بتاعتنا. تمام. ماشي، شكرا، عفوا. بعد اذن حضرتك يا دكتور، والكريديتورز ده يخش كاليابيليتيز؟ ايوه طبعا لايابيليتيز، طبعا لايابيليتيز طبعا، طالما سلفني وما دخلش باسهم. ايوه الله ينور عليك، يبقى دوت فلوس للغريب، ده راجل غريب يدفع فلوس يبقى لايبيليتي. ايوه، يبقى في فرق بين الانفستمنت وفي فرق بين البوروينج الاقتراض او السلف. الانفستنج يحط جوه الكابيتال، يزود راس مال الشركه ويشاركني ربح وخساره، الكريديتور يسلفني تبقى لايبيليتي وياخد مني انترست وملوش دعوه اكسب ولا اخسر. طب تعالوا كده نشوف السؤال ده بعد اذنكم، عايزين نعملوا كلاسيفيكيشن لانفستمنت باي اونر او دروينج او ريفينو اكسبنس اللي هي الايتم بتاعت الاونر زيكوتي. اعطيكم شويه ايتمز اهي، عايزين نعرف كل ايتم كلاسيفايد از ايه ويعمل ايه في الايكوتي، يزودها ولا ينقصها. فلو قلت لحضرتك رنت اكسبنس ده نوعها ايه؟ اكيد اكسبنس. طب يعمل ايه في الايكوتي؟ يقللها. تمام، الله ينور. طيب لو قلنا سيرفيس ريفينيو ده يبقى ايه؟ يبقى ريفينيو. يعمل ايه في الايكويتي؟ انكريز. يعمل انكريز، برافو عليك. طب الدروينج لما يسحب فلوس من الشركه يبقى اسمها دروينج، تعمل ايه على الايكويتي؟ كل ما يسحب فلوس الايكويتي بتاعته تقل، برافو عليك. سالاريز اند ويجز اكسبنس ده نوعها اكسبنس، يعمل ايه في الايكويتي؟ دي برافو عليكم. دي اللعبه برضو اللي عايزين نتعلموها، ان يديني ايتم
او ترانزاكشن ويقول لي اعمل لها كلاسيفيكيشن دي نوعها ايه، هل هي اكسبنس ولا ريفينيو ولا دروينج، وبتاثر ازاي على الايكوتي. جميل. طب ما تيجي نخش في الغويط شويه، احنا كده خدت حضراتكم مشينا على الميه بلينا رجلينا بالميه، طب ما تيجي نخش في الغويط شويه هنعمل ايه؟ ما تغوطش قوي، مش قوي، ما تخافش. لا ما تخافش، انا عارف انكم القاهره ما لكمش في العوم. لا ان شاء الله تيجوا اسكندريه ونعلموكم العوم، يا اهلا بيكم. هنتكلم على حاجه اسمها analyzing of transaction. انا طبعا فاهم تماما ان حضرتك مش محاسب وما انتش هتشتغل محاسب وما بعلمكش انك تشتغل محاسب، لكن انا عايز ادخلك في مود انك لما تتكلم مع المحاسب تفهم هو بيفكر ازاي، طريقة تفكيره ازاي، الراجل ده بيفكر ازاي، بيرتب ارقامه ازاي، بيعملها ازاي، بحيث يبقى انت فاهم الورقة اللي هيديها لك الريبورت دي جواها ايه، اعرف اقراها ازاي، بتكلم لغته. عشان كده عايزين نتعلم الاكاونتينج لانجوج، في لغة اسمها الاكاونتينج لانجوج. اللغة دي ملاش علاقة بالانجليزي ولا بالعربي ولا بالفرنساوي، دي لغة محاسبية كل المحاسبين اللي في الدنيا بيتكلموا بيها. ازاي؟ تعال اقول لحضرتك ده اكزامبل كده مع بعض. اللي جوه دوت اللي هي 1 و2 و3 و4 و5 و6 دي اسمها ترانزاكشنز. كلمة ترانزاكشنز يعني معاملات تجارية، معاملات الشركة بتعملها. زي ايه؟ ان الشركة تدفع فلوس، ان الشركة تشتري، ان الشركة تعمل ريفينيو، ان الشركة تدفع اكسبنس، دي كلها اسمها معاملات. المعاملات دي بيدخلوها جوه السيستم ازاي؟ يبقى احنا عندنا سيستم اهو اسمه اكاونتنج سيستم، بيطلع هنا فاينانشال ستيتمنت اللي احنا لسه ما اتعلمناهاش، بيدخلوا له من هنا ترانزاكشن. عايزين نتعلم هما لما بيدخلوا الترانزاكشن دي بيدخلوها ازاي، بيعملوا فيها ايه. قال لك بيعملوا لها حاجه اسمها انالايزنج. بقول له يعني ايه؟ قال لي هي اللعبه كلها قايمه على فكره اللي احنا اتعلمناه من شويه، اللي هي دي، اللي هي البيزك اكاونتنج ايكويشن، ان الاسيتس ايكوال لايبيليتيز واونرز ايكويتي. هو بيمسك الترانزاكشن ويسالها حضرتك مكوناتك ايه، فلازم يطلع مكوناتها 2 على الاقل. ايه ده بقى؟ اي ترانزاكشن في الدنيا لازم بيبقى ليها طرفين. مش فاهم يعني حضرتك هتشتري كار بمئة الف، دي ترانزاكشن صح يا شباب؟ بس ديت ناقصة. يعني ايه ناقصة؟ حضرتك اشتريت عربية بمئة الف، يعني اخدت عربية تمنها 100 ألف، يعني يوتيك. طب فين الجيب بتاعك؟ دفعت ايه؟ ها شباب دفعت ايه؟ مش انت اشتريت عربية بمئة ألف؟ دفعت ايه؟ كاش، ان احط كاش 100 ألف. خلي بالك بقى من حاجة، خلي بالك من حاجة، هو على حسب. الله ينور عليكم. الاكاونتنت يا شباب ما بيقدرش يخمن، يعني يجي المدير يقول لي محمد احنا اشترينا عربية بمئة الف، اقول له ماشي يا ريس، يقول لي دخلها جوه السيستم، اقول له لا ما دخلهاش. ليه يا عم؟ المعلومة اللي انت اديتها لي دي ناقصة، لازم تقول لي دفعتهم كاش ولا خدتها اون كريدت ولا خدتها محبة ولا اديت له عربية قديمة وخدت عربية جديدة. ده في مئة الف حاجة صح ولا ايه؟ انت عشان تجيب عربية بمئة الف يبقى انت اخدت عربية بمئة الف، المقابل دفعت ايه؟ لازم تقولي. ده مش كده وبس يا شباب، ولازم تديني ديكلومنت، تديني ورقة، تديني عقد، تديني فاتورة. يبقى انا محتاج اعرف two sides of any transaction. اي transaction has two sides، لها ناحيتين، take and give، تاخد حاجة وتدي حاجة. لكن تاخد بس ما ينفعش، تدي بس ما ينفعش، بلس ان تجيب لي مستند. يبقى انا عشان ادخل اي حاجة جوه السيستم هدخل طرفين مش طرف واحد، هدخل ايه اللي اخدناه وايه اللي اديناه.
يبقى اي حاجه هتخش السيستم تخش حاجتين، ولازم تكون دوكيومنتد يعني ليها مستند. طب ما تيجي نفهموا اللعبه دي. هو ايه اللي حصل في اول ترانزاكشن عندنا؟ قال لك ان سميث انفستد 55,000 كاش in the business by opening a bank account in the name of C. Smith MDBC. بقول له يعني ايه؟ قال لي يعني دي ترانزاكشن. ترانزاكشن يا شباب لازم يكون الشركة او البيزنس طرف فيها. يعني يا الشركة تاخد يا الشركة تدي. لازم انا اكون كشركة طرف. اللي حصل هنا ايه؟ ان جاء واحد بعد اذنكم اللي ما بيتكلمش يقفل المايك، اللي ما بيتكلمش يقفل المايك يا شباب. اللي حصل هنا ان الشركة انفستد 55,000 كاش، جاء المالك او الاونر طلع من جيبه 55,000 جنيه واداهم للشركة. دي الترانزاكشن. انا كمحاسب ما بقراهاش كده، بدور. شايفين حضراتكم المكتوب بالاحمر ده كلمة invested وكلمة cash؟ انا بترجم الكلام اللي بيقولوه، الكلام العادي بتاعهم هو الكلام العادي ده، ان سميث invested 55,000 cash in the business. انا اجي كمحاسب بقى افكر بالطريقة اللي هوريها لحضرتك دي، اقول لك اخدت ايه واديت ايه. انا اخدت 55,000 كاش، صح كده؟ يبقى الكاش بتاع الشركة زاد ولا قل يا شباب؟ خدنا 55,000 كاش من الاونر، يبقى انا حاجة عند الاسد بتاعت الشركة. زاد. الله ينور. يبقى حاجة عند الاسد بتاعت الشركة وزود الكاش بتاعت الشركة ب 55,000. والاونر ايكوتي. اه برافو عليك، الاونر زيكوتي. يبقى الراجل دوت لما يديني ال 55 اديله تعهد انك لك عندنا رأس مال اللي هو اسمه كابيتال. بقول له حضرتك انا خدت منك 55، ال 55 دول بتوعك اونرز ايكوتي. فتلاقي اذا زودنا الكاش بتاعت الشركة وزودنا الاونرز ايكوتي اللي على الشركة، ما هي الاونرز ايكوتي دي على الشركة لصالح الاونر. فتبص تلاقي الايكويشن بتاعتك بقت مظبوطة، ناحية زادت 55 والناحية التانية زادت 55، يبقى أنا بالانس. بالانس يعني الناحيتين قد بعض، الميزان موزون. كلمة بالانس يعني موزون، يعني قد بعض. طب جميل، ما تيجي نجرب كمان واحدة. يبقى أول واحدة الانفستمنت باي اونر دي زودت الكاش وزودت الايه؟ الكابيتال. طب بصوا اللي تحت دي معايا بعد اذنكم. بيد، مين اللي بيد يا شباب؟ الشركة. 46,000 كاش فور لاند. طب ايه اللي حصل؟ اخدنا ايه وادينا ايه؟ زودنا الاسد 46,000. زودنا الاسد اللي اسمه لاند يا شباب، مش انا اشتريت لاند؟ يبقى اللاند زادت عند الشركة 46، وفي المقابل دفعت ايه؟ دفعنا كاش. الكاش يزيد ولا يقل لما ندفعه؟ يزيد يا راجل. يقل يقل. زود حضرتك لما تدفع الكاش يقل، يبقى 46. طب ما تيجي نعملوها كده هنا. هنيجي عند الكاش بتاعت الشركة، يزيد ولا يقل لما تشتري ارض؟ يقل ب 46. خدت بال حضرتك اني لما كتبت الماينس كتبتها بتوين براكتس؟ احنا في الاكاونتنج ما بنستخدمش البوزيتيف والنيجاتيف اللي هي الساينز بتاعت بلس وماينس دي، احنا بنحط الرقم 10,000 كده فتعرف انه بوزيتيف. لو عايز احطه نيجاتيف احطه بتوين براكتس. يبقى الرقم اللي بتوين براكتس ده كده يبقى معناه بالايه؟ بالماينس. يبقى احنا ما بنستخدمش الماينس كساين، بنحطها بتوين براكتس. يبقى الناحيه دي كاسيت قلت ب 46. طب وايه اللي ناقص في الناحيه الثانيه؟ هو في نفس الناحيه. الله ينور عليك. الله ينور. اللاند هتزيد. فيري جود. يبقى الاسيت حصل لها تو افكتس، زادت وقلت. زادت لما اشترينا لاند ب 46، وقلت لما طلعنا كاش من الخزنه ب 46. طب تعالى كده، هل انت ستيل بالانس؟ اه، ما الناحيه دي مجموعهم زيرو، 46 بالبوزيتيف و 46 بالنيجاتيف زيرو، والناحيه الثانيه فاضيه.
يبقى انا ستيل ايه بالانس. عشان كده قلنا اي ترانزاكشن بنعملها لازم تخلي الايكويجن اللي قدام حضرتك دي بالانس، لازم الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس اونرز ايكويتي. طب ما تيجي نجربه كده. هو انا بس في كانت حاجه لخبطتني في المثال، ان هو في جزء جاي من الشخص نفسه اللي هو الايكويتي او الاونرز ايكويتي، يعني اللي هو زي ايتم 1 واعتقد هيبقى 4 كمان، وبقيت حاجات دي جايه من الشركه نفسها، فهو الموضوع ملخبط شويه. طب انت لغايه لغايه 1 و2 في مشكله؟ لا لا مفيش مشكله، بس انا في الاول يعني بيد، هل دي ترجع على الشركه او على الديجيتال سنتر ولا ترجع على الاونر حضرتك؟ ده اللي كان لا لا معي. لا مش لخبطه ولا حاجه. احنا قلنا في الاول خالص ان احنا شغالين حاجه اسمها ايه مونيتري، شغالين ايكونوميك انتيتي اسامبشن، اللي هو ايه كل شركه مستقله عن صاحبها، صح كده؟ تمام. حضرتك محاسب في شركه ولا عند صاحب الشركه؟ لا في شركه مش عند صاحب. يبقى لما اقول لك بيد يبقى الشركه اللي دفعت، لما اقول لك بيرشيست يبقى الشركه اللي اشترت، لما اقول لك كوليكت يبقى الشركه اللي حصلت، صح كده؟ حتى لما جينا في نمره واحد. مظبوط، انا متفهم لحضرتك بتقول، بس هو عشان الاولانيه كان في شخص من بره. أيوة. الاونر دفع، انا رجعت لها تاني كانت بيد، فدي لخبطتني. بس ما انا رجعت لها تاني بعد اذنك. بص، اول واحده قايل لك ايه؟ سميث انفستد، صح؟ فيقول لي الله، هو سميث اللي دفع، لان ما كانش في شركه لسه. حضرتك انت بتكون الشركه انك تطلع فلوس من جيبك وتفتح حساب في البنك تحط فيه الفلوس، قبل ما تحط الفلوس في حساب البنك ما كانش فيه شركه اصلا، صح كده؟ انت اللي استبلش البيزنس لما حطيت ال 55,000 وفتحت حساب باسم الشركه، كده تكونت الشركه. يبدا بعد كده كل الشغل بتاع الشركه. الحاجه الوحيده اللي بيعملها الاونر ان يدي للشركه انفستمنت فيكونها، كانها بتتولد، كانها بتتولد. فاللي بيعمل الولاده ديت هو صاحب الشركه. لكن بعد كده البيد، البرشيست، البيت، كل حاجه بعد كده هتبقى مين اللي هيعملها؟ الكومباني او الشركه. تمام. طب تعال نجربه كمان حاجه، بس قبل ما نجرب تعال نشوف كده اللي حصل. احنا اول حاجه عملنا انفستمنت باي اونر، زودنا الكاش وزودنا الكابيتال. تاني حاجة اشترينا لاند فقللنا الكاش وزودنا الكاب. لو جيت سألتك دلوقتي الشركة دي عندها ايه؟ هتقول لي عندها كاش 9,000 جنيه. ازاي؟ مش كان عندها 55 صرفنا منهم 46، يبقى اللي فاضل 9، وعندنا لاند ب46، يبقى مجموع الاسد كده على بعضهم ب55,000، والناحية التانية مجموعهم كام؟ 55,000. هتلاقيها بالانس ولا مش بالانس؟ يعني اللي عايز يجي في بال حضرتك ان دايما الاكاونتنج ايكويجن بالانس دايما. طب تعال نجربه كمان حاجه. الكومباني بتاعتنا بيرشيست، الكومباني بيرشيست راحت اشترت ميديكال سبلايز ب 1800 بس اون اكاونت. انا عايز اعرف اخدنا ايه وادينا ايه الطرفين بتوعنا؟ اخدنا كاش كده كده هي. لا بعد اذنك، دي ما فيهاش كاش. هنزود الكاش في الاسيت، احنا دي ما فيهاش كاش. هنزود في الاسيت، هنزود في الاسيت، هنزود حاجه اسمها لا مش اكويبمنت، سبلايز. هنزود سبلايز اسمها ميديكال سبلايز باسمها. خلي بالكوا انا ما بخترعش اسماء، اللي هيجي لي الفاتوره بيه هسجل بيه، فالفاتوره جايه ميديكال سبلايز يبقى اسمها سبلايز. طب دفعناها كاش، قال لك لا اون اكاونت. طب الاون اكاونت اسمها ايه؟ حد فاكر؟ لايبيليتي. لايبيليتي، الله ينور عليك. اكاونتس بيبل ولايبيليتي، برافو عليك. اكاونتس بيبل وكلاسيفايد تحت اللايبيليتيز لانها دين عليا، يبقى انا هزود اسيت واسميه سبلايز، حاجه عند السبلايز كده، واقوم مزود اسيت ب 1800، صح؟ وحاجه عند اللايبيليتيز تزيد ولا تقل اللايبيليتي؟ هتزيد، لان الديون، الديون اللي عليا هتزيد. انا ما كانش عليا ديون، رحت اشتريت اون كريدت او اون اكاونت، فالديون اللي عليا هتزيد. تمام. خدت بالك ان شكل الاسيت بدا يكبر؟ مش فاهم. الشركه دي كان راس مالها كام يا شباب؟ 55، وعندها اسيتس بكام؟ ب 55. تعالى لما نستلف، زودنا السبلايز هنا ب 1800 وزودنا اللايبيليتيز هنا ب 1800، مجموع الاثنين او مجموع الثلاثه هنا يطلع 56,800، متساوي بس كبر. مش الراجل كان دافع من جيبه 55,000،
اشترينا بيهم اسيت ب 55، ايوه، يبقى معنى كده ان الاونرز ايكويتي يزود الاسيت وكمان اللايبيليتي يزود الاسيت، يبقى دولت الفاينانس تو اسيت. طب انا معلش عندي سؤال بعدين. اتفضل يا فندم. هو بالنسبه لللايبيليتي، لو انا لو هو كريدت تمام او من كريدت يبقى في انترست طبعا، هل ده يزود الاسيت ولا يقلل؟ بس هو الانترست ما بتبقاش في التعاملات الصغيره، يعني انت لما حضرتك بتشتري كشركه اون كريدت بتدفع المبلغ زي ما هو. انا بتكلم على الكونسبت مش قصدي الفيجر نفسه. لا بالظبط، الانترست ده تبع الاونرز ايكوت لانه اكسبنس، مش كده ولا ايه؟ ماشي، ما هو اكسبنس، فهو المفروض يقلل. هو بيقلل من الانكم. ما هو بيقلل من الانكم يبقى هيقلل الايكوتي، هيقلل الانكم يبقى هيقلل الايكوتي. تمام، يعني هينقص لك هنا 1000 جنيه انترست مثلا، صح؟ تمام. وفي الناحيه الثانيه هتدفعهم من ده اكسبنس ده. بالظبط، هيبقى كده يقلل لك الكاش ويقلل لك الايكوتي، فتلاقي هنا ناقص وهنا ناقص. مظبوط كده؟ تمام. طب تعالى نجيب حاجه عكس اللي حضرتك قلتها. حضرتك اتكلمت على الاكسبنس، ايه رايك نتكلم على الريفينيو؟ فيقول لك سميث ده الدكتور بتاع العياده دي، عياده الدكتور، تريتد بيشنت، عالج المرضى، and earned service revenue 8000 cash، يبقى عمل ريفينيو كاش. عايزين نعرف الايفكت بتاعنا ايه. الكاش هيزيد. الكاش هيزيد 8000. برافو عليك، الكاش هيزيد ب 8000، قبضنا كاش. ده الناحيه دي، الناحيه الثانيه يزيد حاجه. ما هي الريفينيو انكريز الاونرز ايكوتي ب 8000، فتلاقي الناحيه دي زادت ب 8 والناحيه دي زادت ب 8، فيبقى ستيل برضو ايه بالانس. بس شو بقى الحدوته كبرت. بص دلوقتي بقت الشركه عماله تكبر ازاي، هي كانت بادئه ب 55 صح، رحنا استلفنا فبقت 56، تعالى دلوقتي بقت 64800. خلي بالك ان الشركات بتكبر عن طريق يا اما تستلف، عشان كده تلاقي حضرتك في اكسبريشن يقول لك ده مش شغال بفلوسه، ده شغال بفلوس البنوك. هو حاطط في الشركه 100000 وسالف عليهم 200000، فتلاقي الشركه بتاعته حجمها بقى 300000. يبقى اللايبيليتي. اتفضل اتفضل يا فندم. في المثال الثالث بتاع اللي هو اللي قبليه، ايوه اللي قبليه دوت اللي هو الميديكال سبلاي. تمام يا فندم. تمام، الميديكال سبلاي الانترست بتاعه، الانترست بتاعه يتحط فين؟ هو يعني أولاً, أولاً, اولا اولا لما بتشتري اون اكونت اون كريدت ذير از نو انترست، حضرتك بتدفع ال 1800 ما بتدفعش عليهم انترست. الشركات التجاريه لما بتشتغل مع بعض على الحساب ما بتدفعش انترست، لكن لو افترضنا ان المبلغ ده انترست فهيقول لك، هو هيقول اشترينا سبلايز ب 1300 1800 و200 جنيه انترست. ياخد التوتال يعني. طبعا هو اوكي. يعني يعني في فرق ان انا اخد من سبلاير، وفي فرق ان انا اخد من بنك. يعني ما هو البنك حضرتك لما بتاخد من بنك ما بيبقاش سبلايز، يبقى انت استلفت كاش. اوكي، ولما تيجي تدفع بقى الفلوس اللي عليك تدفع كاش، يعني حضرتك استلفت 100000 ماشي، هتيجي تدفعهم 102. أوكي. لما حضرتك تاخد ال 100 تزود الكاش ب 100 وتزود اللايبيليتي ب 100، ده كده احنا استلفنا صح؟ ده كده انا بتعامل مع سبلاير اللي هو ما فيش انترست. لا ده كده يوم ما انت يوم ما بتستلف ما بتدفعش انترست، الانترست بتدفع يوم ما بتسدد اللي عليك. حضرتك هتيجي بعد شهر تدفع 102 صح؟ تمام. هنيجي نسجلهم ازاي؟ هطلع 102 من الخزنه، يبقى الكاش ناقص ب 102، واسد اللايبيليتي بتاعتي ب 100 واتحمل 2000 جنيه انترست، فيبقى شكلها عامل كده، الاونرز ايكوتي قلت ب 2000 لانها انترست، ده اكسبنس يقلل الايكوتي، وسديت اللايبيليتي اللي عليا اللي 100000 وطلعت من الخزنه 102. بس دي حاجه ادفانسد شويه يعني حاجه. لكن لا اصل انا كنت متخيل غير كده، كنت متخيل ان هو المبلغ ال 100 ده هعتبره 102، ان هي سعر الحاجه نفسه زاد نتيجه ان هي شاريه بس انا عايز اوضح حاجه بعد اذنكم، ان كده كده الدكتور كان قال ان ديت
يعني حاجه بيبل اكونت بيبل تمام، ان هو الشورت تيرم فما فيهاش الكونسبت بتاع الانترست، يعني اللي بيديها لك عارف ان هي بالاجل بالظبط، فهو مديك السعر كامل الاضافه اللي هو ياخدها منك كمان شهر ولا شهرين. الله ينور. لا لا بص، مش حاجه قاعده سنين، مش حاجه بتاعتك. هو كان سؤال الاكونت بيبل كويس تمام، مش ده اللي انا كنت اقصده. انا كنت اقصد فعلا المثال بتاع الكريدت تمام، لو انا واخد من الكريدت هو المثال اللي انا كنت قصده كده. انا فاهم من حضرتك تقصد ايه طبعا. لا وكلام حضرتك مظبوط، كلام حضرتك مظبوط. هي الفكرة ايه؟ ان الانترست ما بتجيش سيرتها غير عند الدفع. يعني حضرتك لو رحت لو رحت البنك النهاردة قلت له انا عايز استلف منك 100,000 جنيه، هيدي لك النهاردة 100,000 ويمضيك على كمبيالة ب100,000. حضرتك لما تيجي تسد 105، يبقى هو هيديك المبلغ بمية، تزود بيه الكاش بمية، وتكتب لايبيليتي بمية، وما تكتبش اي انترست دلوقتي، وتستنى. الله ينور عليك. تعالى سد بقى، هتدفع 105، يبقى هتطلع من الكاش 105 وتسد اللايبيليتي ب 100 وتتحمل الايكويتي بتاعتك تقل ب 5. الله ينور عليك. تمام كده. هو ممكن يا دكتور عشان البنوك بتدي جريس بيريود مثلا 6 شهور او حاجه، ففي الفتره دي انا ما بدفعش انترست فيها. ايوه، لكن وقت ما باجي ادفع بسجلها. صح، ما هي الانترست بتتسجل لما نيجي نسد الفلوس اللي علينا، لان انا باخد فلوس ما بدفعش انترست. المرحله الاولى انا رايح استلف، يديني 100,000 فهيديني ال100، مش هيقول لي وانا باخد ال100 ادفع الانترست دلوقتي، ما مش لوجيك. لكن وانا بسدد بقى يقول لي انت كنت سالف مني 100 عليهم 5,000 انترست، حضرتك ادفع النهارده 105. ده اللي بقى الشغل. اوكي، طب تعالى نجربه كده حاجه برضو عشان نفهمها اكتر. تعالى ندفعه اكسبنس ب 2600، الشركه هتدفع كاش اكسبنس 2600، يحصل ايه على الايكويجن بتاعتنا؟ كاش اكسبنس، يبقى هيجي على الكاش يقلله ب 2600، والاكسبنس ياثر على مين؟ الايكويتي، يقللها ب 2600، فتلاقي ان حادي قلت ب 2600 وان حادي قلت ب 2600. خدت بال حضراتكم ان لما حصل ريفينيو الشركه كبرت من 56 ل 64 اهي، لما حصل اكسبنس الشركه تصغر. يبقى الريفينيو بيكبر الشركات، كل ما الشركه تعمل ريفينيو تكبر، كل ما الشركه تعمل اكسبنس تصغر. عشان كده الاونرز ايكويتي بيفرح بالريفينيو لانه بيكبر ثروته، وبيزعل من الاكسبنس لانه بيقلل الثروه بتاعته، يقلل الايكويتي بتاعه. فتلاقي الشركه بتاعتنا رجعت صغر التاني هيت لما صرفنا، عشان كده تلاقي الاونر يزعل لما يدفع اكسبنس. طب تعال نسد اللي علينا كده شباب، هندفع 1100 اوف اكاونتس بيبل. كان علينا ديون لو تفتكر لما كنا اشترينا الميديكال سبلايز 1800 جنيه، هندفع منهم 1100. ايه ده، مش انا عليا 1800؟ ما هو مش لازم تدفع المبلغ كله مره واحده. انا اشتريت منك ب 1800 جنيه، بعد اسبوعين جيت قلت لك ادي 1000 جنيه تبقى عايز مني لسه، مش لازم تدفع المبلغ كله، هنسد 1100. حد يقدر يقول لي الافكت على الايكويجن ايه؟ الكاش هيقل ب 1100. الله ينور، الكاش هيقل ب 1100. وايه التاني هيقل؟ اللايبيليتي. انا لما اسد اللايبيليتي تقل اللايبيليتي اللي عليا. الله، اللايبيليتي اللي تقل اكاونتس بيبل. انا كان عليا دين ب 1800، سددت منه 1100، تعرف يبقى فاضل عليا كام كده؟ فاضل عليا 700. الله ينورك، يبقى شكلها عامل كده. انا كان عندي 14000 كاش اهو، 14400، دفعت ال 1100، بيبقى فاضل في جوه الخزنه 13300. كان عليا دين ب 1800 اكاونتس بيبل، سددت منه 1100، فاضل عليا دين 700. الله، ده الاكاونتنت عنده خريطة لكل الترانزاكشن اللي بتتم في الشركة، بيعرف كل حاجة بتزيد بكام وبتقل بكام ووصلت لكام. لو جيت سألت المحاسب دلوقتي احنا عندنا كشف الخزنة كام، يبص على الرقم الاخير ده يقولك ده البالانس. بالانس يعني رصيد، يعني اللي فاضل. فيقولك انا عندي 13000. انت عارف الكاش كان بادئ بكام؟ كان بادئ ب 55000. تعال نبص لها كده اهو، الكاش كان بادئ معانا فوق خالص ب 55000، رحنا اشترينا لاند فالكاش قل بقى 9000،
ماشي، بقى الكاش بالانس بتاعي 9000، رحنا عملنا ريفينيو ب8، فالكاش زاد بقى ب17، وبعدين جينا دفعنا 2600 بقى 14، وبعدين دفعنا تاني 1100 بقى 13. يبقى انا عندي حركة كل اكاونت جوه الشركة، ده يسموها شباب اكاونت. اكاونت يعني حساب، جاية طبعا من كلمة اكاونتنج، الاكاونتنج لانها بتشتغل على الاكاونتس. فكل اكاونت عندي او كل مفردة انا عندي قصة حياتها، كانت كام، زادت بكام، نقصت بكام. وكأن الشغل بتاعنا هو تلات احتمالات لا رابع لها بالنسبة للأكاونت، يا إما يزيد يا إما يقل يا إما نو إفكت. يبقى كل ترانزاكشن بتتم جوه الشركة يا تزود أكاونت يا تنقص أكاونت يا ملهاش دعوة بالأكاونت. يعني إيه برضو؟ تعورها لكم، دي نفس اللي احنا عملناه من شوية، نفس اللي احنا عملناه من شوية. بيقول لي تحت إيه؟ on a sheet of paper، على حتة ورقة كده، list column of asset، اعمل column asset، column liability، column owner's equity، وحدد الترانزاكشن دي تزود مين وتنقص مين ونو افكت على مين. طب ما تيجي نجربها اللعبة دي مع بعض، شاركوني كده بعد اذنكم. سميث invested cash ب55000، مين اللي يزيد ومين اللي يقل؟ ده دي ترامبان ورا اهي، assets تزيد، يبقى هكتب هنا تزيد، وايه تاني؟ والاونر، ويبقى الليابيليتي نو افكت، صح كده. تعال نمسكوا نمره 2، يقول لك بيد 46 كاش فور لاند، مين اللي زاد ومين اللي قل؟ الاسد قلت، الاسد زادت وقلت. برافو عليك، زادت وقلت صح، هي زادت لما اشترينا لاند وقلت لما دفعنا كاش، فده زاد وده قل صح، ويبقوا التانيين نو افكت. طب نمسكوا نمبر 3، purchased supplies for 1800 on account، الاسد الاسد اسد زادت، الاسد زاد عشان اشترينا supplies، liability زادت، والliability زادت عشان on account، والowner's equity no effect. تعال نشوف نمبر 4 كده، سميث اللي هو الدكتور بتاع العيادة، treated patient and earned service revenue 8000 cash، الاسد تزيد، الاسد تزيد لانها كاش، والاونرز ايكويتي لانها ريفينيو، ويبقى الليابيليتي نو افكت. برافو عليكم. طب بيد كاش اكسبنس ب 2600، الاسد هتقل، الاسد هتقل عشان دفعنا، ليابيليتي نو افكت. لا خلي بالك ده اكسبنس مش ليابيليتي، ده اكسبنس، يبقى ياثر على ياثر على الاونرز، هو اللي هيقل ايوه الاونر زي كنت، لكن نو افكت على الليابيليتي، لانك حضرتك دفعت اكسبنس مش اكسبنس بيبل. كلام حضرتك يبقى صح لو انت دفعت الاكسبنس بيبل اللي عليك، لكن دي اكسبنس عادي. طب اللي جايه بيد 1100 اوف اكونتس بيبل، بيد الكاش هيقل، الاسد هيقل. برافو عليك، والليابيليتي هتقل، هتقل ونو افكت على، الله ينور عليكم. صعبه اللعبه لحد دلوقتي؟ لا. طب الحمد لله، استاذنكم تاخدوا ربع ساعه بريك ونكمل ربع ساعه بس عشان تتفوقوا معايا. ماشي، نتقابل الساعه كام؟ نتقابل 6 الا ربع، 5 ونص، 6 الا ربع. احنا قدامنا قد ايه يا دكتور؟ يعني احنا لغايه 7 برضو ولا؟ يعني احنا بص قدامنا محاضره صغنونه فاضله، هنتكلم على الفاينانشال ستيتمنت ويبقى كده خلصنا، فخليها زي ما تاخد، يعني تاخد ساعه الا ربع، تاخد نص ساعه، 6 الا ربع كويس يا دكتور. خلاص 6 الا ربع كويس باذن الله. يعني ان شاء الله المحاضره الاخيره ممكن تاخد وقت قد ايه بس عشان تاخد لها بتاع ساعه ماكسيمم، ساعه، ساعه الا ربع ان شاء الله باذنك يا رب. ان شاء الله ماشي، تفضلوا، تفضلوا، اهلا بيك، تفضلوا، يبقى ان شاء الله 6 الا ربع معادنا.